TWNFM 91.2. فيلم ديف. الو الو سلامة بربي، انتم عندكم دار عربي تحب تبيعوها ولا حاجة كاكا؟ اي خطريت الدار عجبتني ياسر. مش شكون اللي عمل الانونس، هو انت ولا زياد؟ لا نعمل علاش خاطر قايده باسم زياد، فهمت؟ اه قداش هذيك بلي؟ هذيك 60. فهمتك. بي اسمعني مدام، انا ما حاشيش نحب نشريها، انا حاجتي فهمت نحب نعمل، انا مخرج معنا فهمت، وعندي مشهد جاي في البلاصه هذيك واللي تطلب نعطيك، فهمت كيفاش؟ واحنا مشهد يطلب منا معنا كالك جور معنا بالياسر جمعه، فهمت؟ هو المشهد يقعد معنا اذا خدمناه بيان 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 نعملوا فيه 3 ايامات، اذا معناها هكاك ماك تعرف انت اخطاء ولا حكايه هناك تحب لنا جمعه بالياسر. وانا هي مسكونه راهي فيها سكونه. اي ما يسالش احنا مش حاشناش ندخلوا لداخل بالكل معناها، جيس باش تعدى معناها البطل معناها، فهمت كيفاش؟ معناها هو وكالكزان فهمتوا داخله في جرتهم متراكسه في الحيط. باين ما يسالش خويا. اوكي تعرف هما في السمران ولا؟ هي فهمتك، انا راني قلت لك التراكسه باش تدخل في الحيط. كيفاش في الحيط؟ فهمني كيفاش. البطل البطل حب طفله، فهمت كيفاش؟ ابوها بالزهر غادي، وهو ابوه ابو الطفله يسالوا فلوس، ما غاضتوش بنته، ما غاضته فلوس اللي عند الراجل، فهمت؟ بنته على شيرها ما غاضتش. هو كوميدي شويه معناه، قالوا رجع لي فلوسي يا كلب، هز الطفل معناه باش يهرب من البو بخاطر يسالوا فلوس. عرضته تراكسه، ركب على تراكسه بدا يجري، الطفل يجري والبو يجري وراه في بسكله معناه، فهمت؟ دخل في الحيط طيحوا على القاع ودخل في الصاله. احنا رانا مصعدين نعاود نرجعوا لك الحيط معناه، فهمت؟ خاطر لا 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 يعيشك، لا لا سامحني ما نجموش. نجموا احنا نجموا نلعبوا فيكم كوا طيحنا الحيط وما طيحناش. وخي بعثي لك تيح الحيط باش نعمل زاد انا. لا لا يعيشك. لا ما تخافيش، احنا مش باش نطيحوه. جيس احنا باش نلعبوا على اللي فيه على الحيط نتاع البراني ومتاع جارك والبيت النوم، فهمت؟ وتصير العركه في وسط الدار معناها، تصير العركه في وسط الدار، فهمت كيفاش؟ فهمتك. واللي تحب نعطيك معناها، فهمت؟ مش باش ايجا انت للسمران شوف وقل لي. لا انا تعديت انا سدي جا البطل معناها، البطل اللي عندي انا حماني، فهمت كيفاش؟ زاد جا وسيط وانا انه معناها يدور، قال لي هذه الدار اللي نجي ندخل فيها، فهمت؟ قال لي ديجا حيوتها مهسسه، فهمت كيفاش؟ قال لي هذه الدار اللي نوعدك انا نجيبها لك في القاع، نجيبها لك فلوس. خويا فيك تحيط، خويا نعمل انا بالبيت. شوف يا مدام، تو انت قوي انت قوي ايمانك، انت جا الاخراج التونسي، قلت لك انا سدي جا هو المشهد طيب برشا معناها، شوف انت محليه المشهد فل قاعد المشهد انا كل ما الدار نفسك من فيها كيفاش الثاني يا عبد الدول طيح الحيط كيفاش؟ ايه كان طيح الحيط يا مدام، كان طيح الحيط معناها لا قدر الله ولا كذا، نعاود نطلعوه احنا شعنا معناها احنا. لا لا عايشك سامحني عايشك. هو عجبته، هو عجبته سديجا، عنده تو نهارين تعدى اعطاه للساس بونيا، تعدى غادي قال عطيت للساس بونيا، قال لي طيحت لهم طرف طرف، قال لي عجبني الحيط حيطه مهسهس معناها يمشي مع المشهد كومي الفو، فهمت؟ لا لا سامحني عايشك. واحنا راهو واحنا مش باش نخسروك برشا، احنا جيس باش نطيحوا لك الساس البراني والساس الدخلاني وندخلوا في بيت النوم بالتراكسة. لا 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 عايش سامحني، توكي اصبر احنا غاديكا وما نجموش نعملوا حتى احنا ما نجموش نخرجوهم، احنا شغل لهم اخرجوا واحنا ندور واحنا نززروا في الدار، فهمت؟ لا لا سامحني عايشك، احنا حاطين لها للبيع رمى ولا حط شيء، ان شاء الله تلقى ما خير يعيشك. ايه يا مدام راني باش نخلصك مليح راني انا. لا 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 عايشك لا تخلصني لا حتى شيء، احنا طالبين باش نبيعوها مانيش طالب. وكان تحب شكون معناها من فاميلتك شاهي تخليه يتمثل معايا، انا نحقق لك امنيتك، خلي شكون يمثل معايا. لا معنا. لا خيال لا عايشك احنا ما حسناش بيه تمثيل. بسلامة عايشك بسلامة. امان يا مدام اسمعني راني مخرج. فيلم ديف.